ديال الريف كان عندهم واحد الدور مهم جدا في تاريخ المغرب، في ماضي المغرب وفي حاضره، وغادي يبقى عندهم الدور ديالهم. غير صحيح أني لم أتحدث عن الحسيمة، على الأقل شي خمسة ديال الخرجات صوتية ومرئية. وشوف أنا صعيب علي نفسر، أنا نفسر كل شيء، لا يملك أحد تفسير مطلق. أنا في رأيي حتى باحثين وربما جامعات خاصها تدخل لتحليل ما وقع حقيقة.